الحوثيون يمهدون لفرض التجنيد الإجباري على اليمنيين. هل نضبت قنوات حشد الميليشيا للحرب؟ وما هي مخاطر تجنيد الشباب وتحويلهم إلى ألغام تهدد حاضر ومستقبل اليمن؟ أهلا بكم. لم تكتفي ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهدافها لمواقع اليمنيين ولا تلويثها للمناهج التعليمية بأفكارها الطائفية واستهدافها لكل ما يمت للجمهورية بصلة، بل ذهبت اليوم إلى ما هو أبعد من ذلك عبر التلويح بإلقاء من تبقى من اليمنيين في محرقة الحرب. تعتزم جماعة الحوثي تجنيد مئات الآلاف من الطلاب الخريجين تحت لافتة التجنيد الإلزامي، فيما يبدو أنها ورقة من أوراق التحشيد العسكري بعد فشل أدواتها المجتمعية في استمرار رفض جبهاتهم بعد مقتل عشرات الآلاف من مقاتليهم. تتمادى الميليشيا في العبث بحاضر ومستقبل اليمنيين غير آبهة بأي ضغوط دولية ولا أي تحركات لإيقافها عند حدها. لكن ماذا عن اليمنيين أنفسهم؟ هل من الممكن أن نشهد أي تحركات توقف هذا العبث الحوثي بمستقبل وحاضر اليمنيين؟ وما هو دور الحكومة والمكونات الحقوقية والسياسية في التصدي لهذه الكارثة؟ ورقة لإلقاء ما تبقى من اليمنيين في محرقة الحرب التي أشعلوها. المستهدف هذه المرة أولئك الذين لم ينساقوا لدعواتهم الطائفية ولم ينخدعوا بالشعارات السياسية، ولا أولئك الذين أغرتهم مستحقات المشاركة في الحرب. تعتزم ميليشيا الحوثي فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا 18 بعدما يبدو أن منابع تحشيدها لجبهات القتال قد نضبت أو أوشكت على النضوب. انتهت الميليشيا الحوثية من إفساد واقع اليمنيين لتتجه اليوم لارتكاب جريمة أكبر باستهداف المستقبل، بالزج بأكبر قدر ممكن من الشباب الذين بقوا خارج هذه الدائرة طيلة أعوام الحرب. ولكن عبر القانون هذه المرة، قانون الميليشيا القائم على العنف والقهر، تكمل ميليشيا الحوثي مهمتها في تمزيق النسيج الاجتماعي وإعاقة فرص السلام، وتحفر في الجسد اليمني جرحاً لن يندمل قبل سنوات طويلة. يمثل التوجه الجديد فرصة لميليشيا الحوثي، فهو مصمم ليلبي احتياجاتها في هذه المرحلة، فإما أن يذهب شباب البلاد إلى الجبهات ليقاتلوا إخوانهم من بقية اليمنيين، أو يدفعوا فدية مالية ليذهب هذا المال لدعم حرب الحوثيين وملء أرصدة قياداتهم، فيما تبدو خيارات اليمنيين محدودة، إما الموت برصاص بعضهم أو الموت جوعاً في سبيل توفير المال للجماعة. يقول مراقبون إنه ما كان لميليشيا الحوثي أن تقدم على هذه الخطوة ما لم تكن مطمئنة إلى قوة سلطتها في مناطق سيطرتها، فمن شأن خطوة كهذه أن تفجر في وجه الجماعة مقاومة هي في غنى عنها، إلا أن حروبها التي شنتها خلال الأشهر الماضية في عدد من المناطق التي ظلت خارج سيطرتها المباشرة خلال الأعوام الماضية ولجوئها للعنف المفرط في سبيل إخضاع هذه المنطقة كرسها كقوة وحيدة تحكم بالعنف والقهر مقابل تقلص خيارات المجتمعات المحلية في مواجهتها. يبدو المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فاقداً للقدرة على مواجهة الجماعة، وفاقداً للثقة في السلطة الشرعية والتحالف الذين خذلاه في أكثر من محطة، إلا أن خطوة كهذه قد تمثل سبباً إضافياً لتصاعد نقمة المجتمع والتمرد، أو هكذا يقول بعض المتفائلين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من مأرب الصحفي سيد رشاد المخلافي. أهلا بك سيد رشاد معنا. أهلا بك، حياكم الله. إذن سيد رشاد، الحوثيون يمهدون لفرض قانون للتجنيد الإجباري، ما الذي سيترتب على هذا القرار برأيك؟ أعتقد أولا مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدي قناة بلقيس. أعتقد أنه هذه واحدة من ضمن الفظائع والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بعد أن قامت بعملية تدمير ممنهج كامل للعملية التعليمية. نحن نشهد أكثر من 4.5 مليون طالب أو طفل يمني خارج المدارس.
حولت ميليشيا الحوثي إلى 1600 مدرسة إلى سجن وثكنات عسكرية خاصة بها. هناك الآن زج بأبناء باليمنيين إلى معارك الجبهات. هذه ضمن الجرائم. يبدو أن الميليشيا الحوثية تتصرف بأريحية تامة، لا توجد عليها أي ضغوط حقيقية، يعني سواء ضغوط أممية أو إقليمية، نستطيع أن نقول أنها يمكن أن تنجز أن تردع هذه الميليشيا. الميليشيا تتصرف تنطلق ضمن هي ضمن أدوات أحد أدوات الاستعمار الغربي واضح تماماً، الذي يستهدف تفكيك مجتمعات المنطقة وإعادة صياغة الخارطة بالنسبة للدول العربية والمنطقة العربية برمتها، وهي تعتبر أحد أدوات الاستعمار. هذا سينتج الآن الزج بالأبناء اليمنيين إلى محارق الجبهات، هذا سينتج كثير مزيد من التمزق الاجتماعي، مزيد من التفكك، مزيد من الصراعات. يبدو أن نحن دعني أعرج على نقطة صغيرة جدا. اليمن شعبا وحكومة شرعية، أعتقد بغض النظر عن الدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية، لكني أقول أن اليمن تعرضت لثلاثة انقلابات مزدوجة. الانقلاب الأول هو الانقلاب الحوثي، الانقلاب الثاني التي قامت به دولة الإمارات العربية في المحافظات الشرقية والجنوبية، وهذا ساهم في وساهم بالإبقاء على الحوثي ودعم من نعم تفضل. الانقلاب الثالث، دعني أكمل هذه النقطة، الانقلاب الثالث هو الانقلاب الأممي الآن الذي يمثله مارتن جريفيث. هذا الانقلاب الذي يحاول القفز على المرجعيات الأساسية والانقلاب عليها، اللي هي المرجعيات الأساسية المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216، وأيضا إلى مخرجات الحوار الوطني كمرجعيات أساسية لا يمكن أن تستند عليها أي عملية سلام إلا بالاستناد على هذه المرجعيات. جاءت اتفاق ستوكهولم هو عملية ضرب هذه المرجعيات، وأنا أقول لك هناك انقلاب على هذه المرجعيات، وهذه كلها عززت من بقاء الحوثي واستمراره وعبثه في المناطق سيطرة الميليشيات. الميليشيا تتصرف الآن بمطلق الحرية بعد أن سخرت كل إمكانيات الدولة وعبثت بالمناهج التعليمية وبالنسيج الاجتماعي، مزقته شر تمزيق. الآن نشهد الملايين في المحافظات المسيطرة عليها ميليشيات الحوثية، هم يعيشون في معتقل كبير خاضعين لأمزجة الميليشيات الحوثية. نعم. طيب، يعني في سياق الحديث على هذا القرار أو التلويح بهذا القرار، يقولون هناك أخبار تلوح على أنه من لا يريد أن يتعسكر معهم سيدفع رسوم إعفاء، على الأقل هذه ديباجة في القرار أو أحد نقاط القانون الذي نشره محمد علي الحوثي، قانون الخدمة الإلزامية، على صفحته بتويتر. كيف يمكن لهذه الخطوة أو هذا القانون أن يوفر مخزونا بشريا وماليا لميليشيات الحوثي؟ نحن نعرف أن الميليشيا تنطلق من أيديولوجية قديمة، هي قائمة على الجبايات، قائمة على فرض الإتاوات على الشعب، أثقلت اليمنيين منذ 1200 سنة. يعني لو تحدثنا كان اليمن مزدهر زراعيا، مزدهر اقتصاديا، مزدهر أيضا، له وجود وحضور حضاري على مستوى المنطقة، لكن منذ أن أتت السلالة هذه تحول إلى شعب تفشت فيه المجاعة بشكل كبير، الحروب والدماء بشكل كبير، الجبايات بكل أنواعها على مدار السنة. الآن تمارس ميليشيا الحوثي نفس الأساليب. وأعطيك نقطة، هناك ثلاث مدارس تم إغلاقها خلال الأسبوعين الماضيين داخل صنعاء، ولم تفتح مدارس أهلية طبعا، ولم تفتح إلا بمبالغ باهظة فرضت عليها كجباية. يعني
ثم عادت الاستمرارية في عملها التعليمي. أما بالنسبة لهذا هو الآن يستفيدوا من هذه، هناك كثير من الأسر تحاول أن تفدي بأبنائها بالأموال وستقدم أموال حتى لا يعودوا أبنائهم توابيت كما عاد كثير من أبناء الأسر الأخرى. على فكرة الآن الميليشيات تعاني من شح كبير في المقاتلين، هناك نزيف هائل، لن لم أقول حتى على مستوى النخبة الآن تحاول تعويضه من خلال التجنيد. الميليشيات سابق الزمن، بينما في الطرف الآخر أعتقد أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات حقيقية أو الدولة الشرعية بهذا الجانب بحيث أن تستطيع أن تنقذ الملايين اليمنيين الخاضعين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. الآن الدماء اليمنية تسيل دفاعا عن مشروع إيراني ودفاعا عن مشروع سلالي أيضا كان يفترض أنه انقضى منذ عام 62، لكن المؤامرة التي حصلت وخلال 33 سنة هي ما أوصلتنا إلى هذه المرحلة. وأنا أعتقد دعني أذكر نقطة مهمة، إنه علي عبد الله صالح فترة 33 سنة شكلت المرحلة الانتقالية وشكل هو شخصيا قفاز بالنسبة للإماميين حتى عادوا بهذه القوة. نعم. طيب تفضل بالبقاء معي سيد رشاد المخلافي، ورحب بمن ينضم لي الآن عبر الهاتف من اسطنبول السيد زايد جابر الكاتب والباحث. أهلا بك سيد زايد. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إذن كيف تتابع محاولات ميليشيات الحوثي فرض التجنيد الإجباري على الشباب اليمني من 18 إلى 30 سنة؟ برأيك ما هي مخاطر هذه الخطوة؟ يعني الحقيقة هي جماعة ميليشياوية مشروعها هو القتال، ولهذا يعني هي ذات مشروع نفس طويل في الحرب، ولا تزال يعني تؤمل وتريد أن تجند المزيد، وبالتالي هي اتخذت خطوات عديدة لهذا المجال. يعني هناك الآن كانت قبل فترة لديها المراكز الصيفية، وهذه محاضن لتخريج دفعات جديدة نحو المحارق، لكن يبدو أنها يعني هذه الوسائل الذي نستطيع أن نقول أنها شبه اختيارية رغم أن فيها محاولات إكراه كثيرة لم تعد كافية، وبالتالي جاء هذا القرار الخطير، وهو يعني يهدف لحالتين. يعني بحسب نص القانون الذي أصدروا غير المشروع ما يسمى القانون، يعني فرض التجنيد الإجباري أو دفع يعني بدل نقدي، وبالتالي هم يعني كسبانين في الحالتين، ينهبون الناس، إما أن يذهبوا بشبابهم لقتال إخوانهم وقتال دولتهم ومشروعهم والذهاب بهم إلى المحارق، أو أن يدفعوا أموالهم لتجنيد الآخرين ولدعم هذه المحارق. أعتقد هذا القرار هدفه في المناطق يعني التي لم يجدوا الآن استجابة لها يعني لدعم الجبهات كما يطالبون منهم، وبالتالي تحت مسمى القانون وكأنهم دولة شرعية منتخبة من حقها أن تجند الناس ومن حقها أن تفرض قانون الخدمة الوطنية، وليست جماعة ميليشياوية إرهابية أتت يعني عبر انقلاب غادر على الدولة والدستور وكل منجزات الشعب اليمني. طيب يعني هناك من يربط هذه المحاولات الآن ب يعني ويعطي لها أبعاد تاريخية فيما يتعلق بتجنيد الإماميين لأبناء القبائل، هل هناك نوع من الإسقاط الذي تلحظ في هذا السياق؟ يعني هو هذه الحركة وهذه الفكرة السلالية الإمامي منذ أن جاء يحيى بن الحسين الرسي سنة 284 للهجرة، هو يقوم على هذه الفكرة، هي دعوة لاستعادة الحق الإلهي، يدعون بها القبائل، ولديهم في ذلك أحاديث من سمع مثل يعني ينسبونها كذبا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من سمع داعيتنا آل البيت ولم يجبه كبه الله على منخره في النار. هم يرون أن المتصدي أو الداعي أو العلم كما يسمونه الآن عندما يظهر وعندما يدعو الناس يجب على الأمة كلها وعلى كل مسلم أن يلبي نداءهم وأن يقاتل معهم لاستعادة ما يرونه حقا إلهيا لهم في السلطة. طبعا كانوا يضللون الناس بذلك، ولو
وهذه الثقافة السائدة الهادوية والمذهبية التي عملوا على ترسيخها هي ترسخ ذلك، يريدون للناس أن يذهبوا طوعا، وهذا هدف ما تقوم به المراكز التعليمية وغيرها. لكن مع المخاطر الذي يتهدد هذا المشروع يسعون الآن بالقوة لتحقيق الغرض ذاته، وهو إجبار الناس على القتال معهم باعتبار ذلك واجبا عليهم، وإلا يعني بل أنهم يذهبون إلى اتهام حتى الذين يقفون بالحياد، فهم لديهم يعني منافقين، ومن حق العلم أو القائد أو الإمام وهو مسمى واحد لكل هذه المسميات أن يعاقبهم بما شاء وأن يحرمهم من حقوقهم المدنية والمشروعة إذا وقفوا على الحياد، لأنهم يرون أنه ليس أمام من يعيش في المنطقة القريبة منهم ومن هم تحت سلطته إلا أن يكون أداة طيعة لهم، وبالتالي هم هذا المشروع لا يقوم. طيب بهذه النقطة، بخصوص هذه النقطة سيد جابر، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. يعني فيما يتعلق بمن يعيش في مناطق سيطرتهم، سيد المخلافي، برأيك هل سيستجيب المجتمع لهذا القرار؟ الناس في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، كيف ستكون ردة فعلها تجاه هذه المحاولات لفرض التجنيد الإجباري برأيك؟ أعتقد أن الميليشيا الحوثي فقدت كثير من وجودها وحضورها لدى الشارع اليمني. في المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات هناك غضب وسخط شعبي عارم، لكن ليست لديهم القدرة على التعبير عن سخطهم أو عن رفضهم حتى لتواجد الحوثي بشكل عام. هو فرض عليهم الآن وهم مجبرون على أن يكونوا ضمن أن ينحنوا لتوجهات الحوثي، لكن أما أن تجد أن هناك حاضنة أو قبول لمشروع الحوثي، أنا أقول لك على الإطلاق ما حصل هو كان انقلاب وجاء بقوة السلاح، وهذه جماعة تنطلق من نصوص وضعها آباؤها وأجدادها، تجد أن تاريخها كله حروب وجبايات وقتل وإهانة للمواطن اليمني بشكل كبير. الإنسان اليمني تعرض إلى امتهان وإلى إهانات كبيرة نتيجة هذه السلالة، وتعرض إلى الإبادات، وأستطيع أن أقول الآن من ضمن مخرجات ميليشيا الحوثي مقابر، ليست أكثر من مقابر وحروب لا يوجد لها هدف، ليس لديها مشروع سياسي ولا مشروع دولة ولا مشروع اقتصادي ولا على الإطلاق ولا مشروع تعليمي على الإطلاق، إنما هي مشروعها أن تبقى السلالة هي القوة الحاكمة والبقية عبيد. هذه كارثة ونحن في القرن 21. نعم. يعني طيب أنقل ذات النقطة إليك سيد جابر، برأيك كيف ستكون ردة فعل اليمنيين، كيف ستكون ردة فعل المجتمع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على هذا القرار أو على هذه المحاولات إن صح التعبير؟ مع ما طرحه ضيفك عنا يعني ليس هناك استجابة شعبية، والناس وإن رضخوا يعني نتيجة للقوى ولأنهم يعني لا يرون أن الشرعية اقتربت مثلا للتحرير في هذه المناطق، وطبيعي أمام قوة غاشمة مجرمة لا تراعي أي حق أن يصمت الناس وأن يسكتوا على ما يرفضونه. طبعا يعني ليس لو كان هناك استجابة ولو كان هناك قبول لهذه الحركة لما احتاجت إلى هذا القانون يعني وما يسمى قانون التجنيد الإجباري ومحاولة إرضاخ الناس وكأنهم دولة تحت أي مبرر. يعني هم منذ بداية الحرب يدعون الناس يعني إلى النفير وإلى دعم الجبهات، وهناك يعني المحاضرات في المدارس والمراكز الصيفية وغيرها، واللجوء الآن إلى مثل هذا القانون الإجباري هو دليل على فشلهم في يعني الاستجابة التي كانوا يتوقعونها. مع ذلك لا نقلل من هذا الخطر، صحيح الناس ليس هناك استجابة، لكن بالمقابل يعني هناك حالة من الفقر المدقع، هناك حالة من التجهيل، هناك يعني الخارجين من يعني هنا المدارس المتوقفة والتعليم المتوقف والأطفال صغار السن والجهل، وكل هذه بيئة تعمل فيها مثل هذه الجماعة، وهي تاريخيا تقتات على مثل هذه البيئات، بيئات الجهل والفقر والمرض، لتجند من هؤلاء العاطلين على العمل ستجد لها وقودا يعني بالترغيب والترهيب وباستغلال حاجات الناس وغير ذلك.
طيب في مقابل ذلك سيد جابر، يعني كيف يمكن مواجهة هذا التحشيد الهائل، هذه محاولات الفرض هذا، أو كذلك أخذ يعني البدل المالي أو رسوم الإعفاء، كيف يمكن أن تجابه من قبل الحكومة كمعني أساسي للحفاظ على مصالح اليمنيين، أيضا الفاعلين السياسيين وكذا النخبة المجتمعية في اليمن عموما؟ يعني أنا أعتقد الآن المتاح هو مثل هذه مثلا التوعية للناس وإثارة مثل هذه القضايا، خصوصا الزجب صغار السن وإجبار الناس على القتل لدى المنظمات الدولية ومحاولة الضغوط السياسية، هي محاولات بالمتاح للتقليل من أثر هذه الجرائم التي ترتكبها الحوثية، لكنني أعتقد أنه يعني ستظل الجرائم مفتوحة وسيظل الخطر قائما ما لم يكن هناك عمل جاد للتحرير ولإسقاط هذه الجماعة، ما لم يتم يعني هزيمتها عسكريا وإسقاط قوتها العسكرية وقبضتها العسكرية وتحرير اليمنيين من هذه القبضة الإجرامية لهذه الجماعة، فسيظل الخطر قائما في المناطق التي يسيطر عليها وهي للأسف مناطق الكثافة السكانية في اليمن، وسيظل الخطر قائما مهما كانت الأعمال الوقائية التي تحاول التقليل من تكلفة مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الحركة. شكرا لك كاتب والباحث سيد زايد جابر، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك أستاذ المخلافي، باعتبار أن هذا خطر كما تفضلتم مجتمعيا عسكريا، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة كذلك الأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني تجاه ذلك؟ أعتقد أنه أمام الأحزاب السياسية فرصة، لأنها ضيعت 4 أو 5 سنوات من الخلافات البينية وهذه كانت كارثة جدا، والتاريخ لن يرحم أحد. يجب أن تشكل جبهة وطنية تكون الأحزاب في طليعة هذه الجبهة. بالنسبة أيضا كما قلت أريد أن أوضح نقطة، أنا لم أقول أن هناك رغبة للحوثي، قلت هناك سخط وهناك رفض عارم في مناطق سيطرة الحوثي بما فيها حتى صعدة، لا يوجد قبول على الإطلاق. الحوثي يستخدم العنف المفرط، يستخدم القوة بشكل مفرط لأنه يعرف أنه لا قبول له لدى الأوساط الاجتماعية. لذلك أنا أقول بالنسبة للعودة لحديث لسؤالك، يجب تشكيل جبهة وطنية عريضة، يجب أن تحط خطوط واضحة، أن تكون الأحزاب، أن تلعب الأحزاب السياسية دورها التاريخي، يجب دعم الجيش الوطني. الجيش الوطني اليوم يا أستاذ هو يدافع ليس عن اليمن فقط، وإنما هو يدافع عن الجبهة، عن الأمن القومي العربي. الجيش الوطني في نهم وفي صرواح وفي صعدة وفي أيضا الحديدة وفي بقية الجبهات وفي البيضاء وفي تعز، هو يدافع عن الأمن القومي العربي، يدافع عن أمن السعودية، يدافع عن أمن دول الخليج العربي، يدافع عن أمن البحر، عن سلامة البحر الأحمر. لا يمكن الحديث عن أي عملية سلام أو عن أي عملية تسوية أخرى الآن، لا يوجد السلام، الطريقة المؤدية إلى السلام الحقيقي هو كسر الميليشيا الحوثي عسكريا، دون ذلك يعتبر نوع من العبث، وسنشهد سنوات تمر ويرهق اليمنيين، وسنزهد مزيدا من المقابر ومزيدا من الدماء ومزيدا من الانتهاكات. للأسف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها مارست أعمال غير أخلاقية، يبدو أن نشاطها ساهم في المعاناة الإنسانية، في تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل كبير. الأمم المتحدة منذ ستوكهولم خرج الحوثي متسلح بأسلحة أكثر تطورا، صواريخ، طائرات مسيرة، خبراء، يبدو هناك مخابرات دولية تمهد وتساعد وتسلم الميليشيات الحوثي أسلحة، يبدو أنه هناك خطورة. لذلك لا يوجد إلا أن تشكل جبهة وأن يدعم الجيش الوطني بكافة الأسلحة الثقيلة وأيضا الطائران، وبهذه الطريقة يمكن تحرير صنعاء وبقية المدن، ويمكن الوصول إلى أمان داخل البلد هذه.
أما طيب بقاء الميليشيات يعني فهي كارثة، فيما يتعلق بالوسائل وستدفع ثمن. نعم. فيما يتعلق بالوسائل التي يمكن استخدامها للتوعية في سياق هذه الخطوات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، إلى أي مدى يمكن فعل ذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي برأيك؟ أعتقد هناك كما قلت لك هناك سخط شعبي عارم داخل المحافظات والمناطق التي سيطر عليها الحوثي، لكن ليس لديهم لا سبيل ولا منص إلا السكوت، وإلا سيتعرضون للموت والإبادة. نحن نشهد اليوم أكثر من 1600 مدرسة تحولت إلى سجون وثكنات عسكرية، تخيل، وهناك تعذيب حتى الموت، هناك إعدام بدم بارد، هناك اقتحامات البيوت، هناك قتل على حتى في الشارع، يعني لا يوجد أمان على الإطلاق. الميليشيا تمارس كل الجرائم والانتهاكات للأسف في ظل تغاضي الأمم المتحدة، في ظل النفاق الأممي الكبير، يعني الذي ربما يمارس في ظل التعاطي الأممي الذي نعم. السؤال ربما لم يكن واضحا سيد المخلفي، أنا كنت أتحدث على الوسائل التي يمكن عبرها مواجهة وهذه القرارات ورفع توعية الناس بمخاطرها وأبعادها. إلى أي مدى ترى أن هناك دور للصحف وكذلك لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها في ذلك؟ أعتقد أن توعية الناس هي مهمة جدا على فكرة، لأنه نحن نشهد لو عدنا إلى شمال الشمال هذا مجتمع تم تجهيله عمدا بشكل ممنهج وكبير. لم أتحدث أنا عن الخمس السنوات الماضية، حتى ما قبل السنوات الماضية خلال 33 سنة كانت تعتبر هذه مناطق محصورة حكرا على سلطات مشيخات، وكانت مرتبطة هي بالإمامة أيضا، فلم تصلها الدولة ولا المدرسة ولا مشروع الطريق ولا مشروع، لذلك تجد مجتمع جاهل استطاع الحوثي أن يصل إليه وأن يسيره وأن يمتلكه بسهولة. أعتقد أن الإعلام، دور وسائل الإعلام وعبر التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية دور مهم جدا في توعية الناس. يا أخي نحن تعرض تاريخ اليمن تعرض للتزوير كبير، يجب إعادة صياغة التاريخ اليمني. التمزق الحاصل في البنية الاجتماعية داخل اليمن من الشمال الشمال إلى الجنوب إلى الوسط إلى هذا، يعني لولا هذا التشوه الحاصل ما كان حصل، يعني لولا التزوير اللي حصل لتاريخنا ما كان حصل هذا التشوه، ولا استطاعت ميليشيا الحوثي أن تصل إلى هذا المستوى على الإطلاق. ولو كان هناك عملية تعليمية حقيقية ومؤسسة إعلامية حقيقية توعوية ومنابر إعلامية وصحف اشتغلت بشكل توعوي بشكل إعلامي قوي، ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هناك تجهيل، هذا الدور الإعلامي مهم جدا وعبر التواصل الاجتماعي بتوعية الناس. لكن قلت لك لازلت أنظر إلى أنه يجب إسناد الجيش الوطني بأسلحة ثقيلة، يجب إسناد الجيش الوطني بكل وسائل القوة، هو طريق كسر الميليشيا عسكريا، هي الطريق الأمثل للوصول إلى السلام في هذا البلد والمنطقة، يعني وإلا لن تشهد لا المنطقة لا الجزيرة العربية ولا المنطقة برمتها ولا اليمن أي عملية سلام على الإطلاق. في هذه النقطة أو ينضم إلينا الآن المحامي والناشط الحقوقي السيد عبد الرحمن برمان عبر الهاتف من الولايات المتحدة. سيد برمان، كيف تنظر لخطوة يعني لمحاولات ميليشيات الحوثي فرض التجنيد الإجباري للشباب من سن 18 إلى 30 عام؟ هو طبعا من خلال المتابعة خلال مدة الحرب في السنوات الماضية من سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي، كانت الجماعة لديها كثير من الأتباع والأنصار، فكانت لم تكن بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة باعتبارها كانت تحصل على كثير خصوصا الأطفال صغار السن في عملية التجنيد. لكن اليوم وبعد أن قتل أعداد هائلة ومهولة من أفراد الجماعة، وأيضا بعد أن عزف الأهالي وال على تجنيد أولادهم أو إرسالهم إلى جبهات القتال طواعية لدى جماعة الحوثي، وخصوصا بعد أن أنتهى رصيدها الذي كان
موجود لدى في بعض المناطق التي كانت تؤمل على هذه الجماعة طبقا لخطاب الإعلامي أنها جاءت كي اسقاط الجرعة وإرساء نظام القانون. اليوم أصبحت هذه الجماعة معزولة فلم تستطيع أن توفر لديها عجز كبير جدا في توفير المقاتلين فاتجهت إلى هذه الخطوة. هذه الخطوة طبعا هي تريد أن تفرض من ناحية واقعية لكن هي من الناحية القانونية لا يجوز، لا تستطيع هذه الجماعة أن تصدر قانون أو تعيد تفعيل قانون الخدمة الإلزامية باعتبار أنها جماعة مسلحة ولا وهذه القرارات تصدر عن البرلمان أو القوانين تصدر عن البرلمان تحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة الذي هو معترف فيه دوليا. إذن نحن أمام خطوة تريد أن تفرضها جماعة الحوثي بصيغة قانونية ولكن هي عملية إجبار على التجنيد يعني للمواطنين لدى ميليشيات مسلحة وليس لدى الدولة، هي لا تمتلك أي صفة يعني يمكن صفة قانونية باعتبار أن المجتمع الدولي بأكمله لا يتعامل معها وباعتبار أيضا الشعب اليمني كله يتعامل مع السلطات الشرعية ويقبل بها، وهناك الموجودين في إطار سيطرة الحوثيين هم أشخاص مغلوبين على أمرهم وفي نفس الوقت هم لا يقبلوا بهذه الخطوات. لكن الإشكالية نحن اليوم سنرى أنه هناك سيكون هناك بموجب هذا القانون الذي تصدره الجماعة سيكون هناك انتهاكات واسعة، سيكون هناك مداهمة للمنازل، سيكون هناك مداهمة للمناطق، سيكون هناك محاولة تجنيد إجباري، سيكون هناك نزوح كبير، ربما يكون هناك عشرات الألاف من الأشخاص ومن الأسر قد تنزح من مناطق وجودة الموجودة في لدى جماعة الحوثي وسنكون أمام كارثة ومأساة إنسانية كبيرة. في هذا السياق ما هو الممكن عمله؟ يعني في سياق أن تتحدث على أن البرلمان يجب أن يوافق وكذا أو أن يقر البرلمان القانون ومن ثم يصدر عبر الرئيس الجمهورية، لكن الآن ما هو دور أو الموقف القانوني صح التعبير الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الحقوقية أو حتى الحكومة وأجهزتها القضائية أمام هذه المحاولات الحوثية إن صح التعبير لفرض التجنيد الإجباري؟ هو طبعا هناك يمكن القيام بخطوات لكن هي لن تكون لها جدوى في ظل تعامل مع عصابة مسلحة، يعني هناك ممكن المؤسسات القضائية تتحرك في هذا الجانب، يمكن للبرلمان أن يعقد جلسة ويناقش هذا الأمر ويصدر فيه قرار، يمكن أيضا لرئيس الجمهورية أن يصدر في هذا الموضوع، لكن نحن نتعامل مع عصابة لا تقبل بهذه مثل هذه الإجراءات. المنظمات الدولية أيضا أصبحت يعني حتى المتواجدة في صنعاء أصبحت خاضعة للجماعة الحوثي، يعني لديها مشرفين داخل هذه المؤسسات داخل مبانيها وهي التي تتحكم في عملية الإغاثة في حتى في التقارير التي تصدر عن هذه المنظمات يشرف عليها الحوثيين ويطلعون عليها في كثير من الأحيان، وبذلك نحن لا نعول كثيرا على مثل هذه حتى نكون واقعيين، لكن ليس هناك حل سوى أن يكون الجيش الوطني يحسم هذا الأمر وأن يتحرك باتجاه صنعاء وأيضا أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، لأنه هناك المأساة الموجودة اليوم في الحديدة هو بسبب المجتمع الدولي الذي كانت الحديدة على بعد خطوات ساعات من تحريرها وانتهاء المأساة، لكن المجتمع الدولي تدخل وتدخلت بريطانيا بالذات، فنحن اليوم أمام مأساة كبيرة جدا في الحديدة وفي مناطق الساحل الغربي، وبذلك نحن أيضا ستتكرر هذا الأمر إذا لم يكن هناك حسم ويكون هناك يعني عزم لدى الحكومة وتتحرك باتجاه إنقاذ الشعب. اليوم نحن كارثة كبيرة جدا إذا قامت الجماعة الحوثي بتجنيد عشرات الآلاف، لأنه هناك أنا أعتقد أنه من سن 18 إلى 30 هو الغالبية العظمى من الشعب اليمني لو رأينا الفئات العمرية، سيكون هناك لدينا حدود 3 مليون شخص ربما تجند جماعة الحوثي مئات الآلاف منهم، سيكون أمامها جيش جرار كبير جدا يمكن أن يتقام لهم عسكرات ويعمل لهم غسيل دماغ ويمكن أن تستخدمه في عملية القتالية، وبذلك سيدخل اليمن في دوامة كبيرة جدا. في ما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها وهي ضرورة يعني من أجل وقف كل هذه المحاولات هناك ضرورة لأن يحسم الجيش الوطني المعركة، أنتقل إليك سيد المخلافي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ كما تماما، يعني لأنه قلت لك نحن أمام جماعة تنطلق من إيديولوجية ونصوص تعتبر نصوص وضعها أجدادهم، تعتبر هي مقدسة مثلها مثل القرآن، يعني يماثلونها بالقرآن الكريم، لذلك ليس أمامنا إلا كسر هذه الميليشيا عسكريا، دون ذلك سيكون نوع من العبث.
من خلال دعم الجيش الوطني. الجيش الوطني الآن يا أخي على تخم صنعاء، الجيش الوطني الآن قريب على مقربة من رداع، الجيش الوطني وصل إلى أقل من 4 كيلومتر من ميناء الحديدة، وهذا الميناء الذي ساهم في إطالة أمد الحرب من خلال تدخل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لوقف المعركة، استطاعت الميليشيا الحوثي أن حصلت على أسلحة وأسلحة متطورة وخبراء إيرانيين. يبدو أن هناك تواطؤ دولي عبر المنظمة الأممية وأجهزة استخباراتية غربية يعني ساهمت في هذا، وإلا ما كانت وصلت إلى أن تصل إليه طيران مسير وصواريخ وصواريخ متطورة بهذا الشكل. لذلك لا يمكن الحديث عن سلام في اليمن والمنطقة إلا من خلال حسم المعركة واستعادة العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسة الدولة. دون ذلك ستغرق اليمن وستغرق السعودية والجزيرة العربية في كثير من الصراعات. يعني سيد برمن، أنت تحدثت قبل قليل حول أن هناك مسؤولية تقع على المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذه الخطوات من قبل ميليشيات الحوثي. برأيك يعني هل وضحت لنا أكثر ما الذي يمكنها القيام به في يعني تحديدا هذه الخطوات، الفرض الحوثيين للتجنيد؟ المجتمع الدولي يتعامل مع الحوثيين أولا كصفة أمر واقع، ويتعامل معهم كطرف من أطراف النزاع، وبذلك المجتمع الدولي يسهل كثير من الأمور للحوثيين. نلاحظ أنه في حال ما كانت الجماعات الحوثية يعني في حالة يعني تحتاج إلى إخراج عدد كبير من قياداتها الجرحى وكذا، تتدخل مباشرة وحدة الضغط وتجد مفاوضات ويتم إرسال طائرات تبع المنطقة لإخراج هؤلاء الأشخاص. كثيرا ما حدث هذا الأمر. هناك أيضا المجتمع الدولي يتعامل مع الجماعة الحوثية ويقبل أعضائها وقياداتها إلى الخارج ويستقبلها في كل مقرات وكذا. عندما يشعر الحوثيين أنه هذا التدليل الذي يلاقونه من المجتمع الدولي قد تلاشى، يعرفون أن الأمر أصبح حقيقة، سيرجعون إلى السلام وربما قد تنتهي الحرب في اليمن عندما يشعرون. لكنهم اليوم يروا أن هناك ضوء أخضر من المجتمع الدولي باستمرار المعركة في اليمن واستمرار الحرب في اليمن واستمرار المأساة الإنسانية في اليمن واستمرار هذا الوضع. ربما يكون كما يقول أحد المسؤولين الغربيين يقول أنه الوضع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام سواء في اليمن أو في سوريا هو الوضع الأمثل بالنسبة لنا. يعني نحن يعني نريد أن نتعامل مع القضية كقضية إنسانية، لا يعني هناك دماء كثير تسفك، هناك أطفال يموتون من الجوع، ولا أعتقد أنه المبادئ التي تقوم عليها هذه البلدان الحرية والكرامة والديمقراطية والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية أو تلك الشعوب أنها تقبل مثل ما يقوم به الساسة في كثير من هذه البلدان. أشكرك المحامي والناشط الحقوقي السيد عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية. بعودة إليك سيد المخلافي، الآن هل ترى أن المواقف التي تقوم يعني إلى الآن لا يبدو أن هناك مسؤولين حكوميين يتحدثون بشكل واضح أمام هذه الخطوات، خاصة بعد هذه التغريدة لمحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، مدى تفاعل الحكومة مع هذه القضايا كيف تقيمه؟ أعتقد أنه الإداء الحكومي إلى الآن ليس بالمستوى الجيد والمطلوب على الإطلاق، ولم يكن بمستوى التضحيات التي يسطرها الجيش الوطني على مستوى كل الجبهات. يجب أنا أقول يجب أن تعاد أن تعود الحكومة بكامل طاقمها بكامل وزرائها بكامل أفرادها إلى أرض الوطن، حتى في أبسط في 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 رقعة جغرافية صغيرة. يجب أن يعودوا، يجب أن يصدروا قرارهم من داخل البلد، يجب أن يعود مجلس النواب يشكل هيئات والمؤسسات داخل البلد. نحن حكومة شرعية ودولة شرعية تواجه الانقلاب. ما يحصل هناك تآمر دولي خطير، الأمم المتحدة تعويل عليها أيضا ليس بهذيك يعني لا يجب التعويل عليها إلى ما لا نهاية. هناك ممارسات عبارة عن ابتزاز، هناك استثمار في المعاناة الإنسانية، هناك استثمار في إطالة الحرب اليمنية. يعني يبدو أن
أن هناك المجتمع الدولي يساهم في إطالة أمد الحرب، لأنه يستثمر في اليمن، لأنه يستثمر فيها بشكل كبير. وأعتقد أن الصناديق السيادية الخليجية مستعدة أن تدفع إلى ما لا نهاية، وهذه كارثة. لذا بينما في الواقع دعم الجيش الوطني أو دعم الحكومة أو إسناد الحكومة ليس بهذه المستوى المطلوب يعني على الإطلاق، بما يعني حسم المعركة. إيران تشتغل مع الحوثي جنبا إلى جنب، إيران تقدم كل وسائل الدعم، إيران تسعى بخطوات حثيثة برفد الحوثي بالسلاح بالخبراء، بينما نحن في الطرف الآخر هناك ليس بهذا المستوى المطلوب على الإطلاق، وليس بمستوى المعركة التي تعني تحرير صنعاء واستعادة اليمن لاستعادة الأمن القومي العربي. الأمن القومي العربي الآن مهدد في العمق. نعم، طيب فيما يتعلق الآن بالحديث عن هذا القانون، برأيك ما الذي يمكن أن تصل إليه الميليشيات أيضا في سياق التضييق على اليمنيين، في سياق استمرار حربها عليهم؟ ما هو المقبل أقصد؟ المقبل خطير جدا. المقبل معناته أنه رفض الجبهات بمزيد من المقاتلين، استمرارية للحرب، استمرارية لمعاناة اليمنيين، استمرارية لسقوط عدد من الضحايا أكثر. ونحن نعرف أنه لا توجد مديرية أو قرية أو منطقة إلا وفيها مقابر مهولة من مقاتلي الحوثي بشكل كبير، وضحاياها وقودها هم أبناء القبائل وأبناء اليمن بشكل عام. لذلك أنا أعتقد، وهذه أيضا الجانب الثاني هو استثمار، من لم يذهب بأولاده إلى المعركة عليه أن يدفع أموال فدية، وهذه كلها تساهم في مجهود حربي، وستستمر الحرب يعني بهذا الشكل يعني. لذلك لا يجب يعني كما قلت لا يمكن التعويل إلا على حسم عسكري حقيقي، دون ذلك سيغرق اليمن بمزيد من المعاناة بتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل أكبر، كما وستصل إلى شكل إلى مستوى كارثي أكثر يعني. شكرا لك سيد رشاد المخلافي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية في مرف حلقة اليوم من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.